تمام. فقعد هو البرشر تقريبا يعني ثابت على 3000، يعني في بعض النقاط اقل لكن ما وصلش لل 2535 اللي هي نقطة البابل بوينت. نوصله في بعض ال يسأل المهندس سمير but not sure just an opinion that we have water blocks from the bottom. عندي suggestion ثاني، يقول ان انا مانيش متأكد هل ان عندنا water influx في الاكوفر او عندي water injection. بالنسبة للwater injection احنا ما عندناش، يعني اي حد يقول ان السبورت هذا نتيجة ان الشركة دارت water injection ابار حقا وبدات اللي هي صار في مينتنس البرشر، شيء هذا ما صارش لانه واضح ان عندنا الابار ما عندناش ابار انجكشن، كلنا ابار انتاج وبير واحد بس، عندي بير واحد ديسبوزل هذا بير تصريف اوبزرفيشن ما عنديش ابار انتاج، فالاوبريشن اللي كان او المانجمنت اللي كان في الحقل ما كانش في انجكشن. يقول ان not sure about water influx، الموضوع هذا مهم جدا، يعني يقول ان السبورت هذا نتيج صار عندي water influx. هنتكلم عن موضوع الووتر انفلكس وهل فعلا عندي ووتر انفلكس ولا، هذه بعدين هنشوفه خلال السوفت وير هيوضح لنا الشيء هذا، لكن يعتبر فيري جود يعني possible suggestion. يعني كرار يقول كيس 1 production rate was so high which leads to the depletion in pressure. يقول المهندس ان في الحاله الاولى وفي الفيس A يقول ان صار عندي انخفاض، ويفسر في سبب انخفاض البرشر نتيجة انه هو كان عندي so high production، يعني كان عنده انتاج عالي. يعني لما يكون عندي انتاج كبير عالي يسبب في انخفاض سريع في البرشر، يعني علاقة عكسية. وهنا يمكن يكون السجستشن يعتبر مقبول، لأن زمان كانت في الشركات خصوصا في أغلب الحقول في ليبيا كانت في فترة الستينات وفترة السبعينات أغلب المكامن يصير في دروب سريع في البرشر كيف الحالة اللي عندنا هنا وفي عدة مكامن أخرى. السبب أن زمان الشركات هي اللي تنتج من الحقل وكانت يعني ماشية بطريقة أن أعطيني أكثر إنتاج، ما كانش يهمهم ضغط المكمن، يعني ما كانش في very good management على المكمن، فما مش مهتمين بالبرشر أنه هو صار له دروب ولا، المهم أعطيني أقصى إنتاج. فكانت أغلب الحقول في ليبيا في فترة نهاية الستينات وبداية السبعينات في أول السنوات كانوا ينتجوا في كميات كبيرة جدا من المكمن، يتم فيه استنزاف للمكمن، يعني وصلت إلى بعض الآبار أو بعض في بعض المكامن ينتجوا في أكثر من 300,000 برميل في اليوم برل بير دي، يعني الرقم هذا يعتبر رقم عالي جدا لما أنت تسحب من مكمن في يوم واحد فقط 300,000 برميل، يعني حوالي أكثر من ربع مليون برميل نفط في اليوم الواحد، يعني very high. فسبب انك لما تسحب كميات كبيرة من المكمن تنتج بكمية كبيرة بدون ما تراعي البرشر، فما فيش كنترول على البرشر، هنا حتسبب عندك في ان البرشر حيصير دروب سريع. لاحظوا انها بس في بداية 3 سنوات نحن كنا تحت البابل بوينت، كانت الشركات تنتج من الكيسينج ومن التيوبينج، يعني يفتح البير على الاوبن، وكان حتى الابار ما فيش نظام الكيسد هول، لا كان اوبن هول افتح يوصل للطبقه المنتجه ويبدا يسحب في الانتاج. طبعا كان في البدايه ضغط عالي لما يكون انيشال برشر 4700 ضغط عالي، فبمجرد ما انت تحفر في طبقه الفورميشن بتاعك اللي هي المكمن فطول يكون في تدفق سريع. ليش؟ نتيجه لان في عندك ضغط عالي، فالمفروض يتم اداره الضغط هذا بحيث انه يعطيني اكبر انتاج وفي نفس الوقت يحافظ لي على ضغط المكمن. فيمكن suggestion هنا نتكلم عليه مهندس كرار أنه يكون مقبول. الكيس بي يقول أن الـ injection water maintenance the pressure. أوكي، بالنسبة للـ water injection إحنا ما قلنا ما فيش عندناش water injection. تمام. مخلوف الطيب بيقول هاي the reason phase A، يقصد أنه due to solution gas drive، يقصد the drive mechanism أن هي solution gas drive. اوكي، يعني واضح ان في البدايه هنا حتى ان السولوشن جاز درايف في حديثنا هنتكلم عن الاناليسيس بتاع الريزرفوار بريشر درايف ميكانيزم، هنا درايف ويوريك الترند بتاع البريشر، يعني كل درايف ميكانيزم وترند البريشر كيف يكون. في عندي الروك اند فلويد اكسبانشن، ذا ريزرفوار بريشر ديكلاينز ريبيتلي اند كونتينوس. لما يكون عندي درايف ميكانيزم اللي هي الروك اند فلويد اكسبانشن،
لما يكون عندي solution gas drive decline repeatedly and continuously. يعني واحدة من الحاجات أو description للبرشر أن لما يصير في decline سريع في البرشر وبشكل مستمر فقد تكون drive mechanism هي solution gas drive أو يمكن حتى rock and fluid expansion. بالنسبة للجاز كاب نحن ما عندناش الجاز كاب. الووتر انفلكس ديما لما يكون عندي ووتر درايف ذا بريشر ديكلاين يوجوالي فيري جرادولي، انه يكون عندي انخفاض بريشر بشكل تدريجي. لما يكون عندي درايف ميكانيزم اللي هي الووتر فالبريشر مش حيكون انخفاضه بشكل سريع، يكون فيري جرادولي. السبب انه هو ديكلاين ذا بريشر تو ذا اويل بسبب ان الانتاج اللي نسعى فيه من المكمن يعني الموستلي فوليوم فور فوليوم باي وير انكروشمنت البرايمري درايف ميكانيزمز. الكلام اللي يتكلم به باشمهندس يتكلم على الدرايف ميكانيزم الموجودة في المكمن. فالدرايف ميكانيزم شنو معنى الدرايف ميكانيزم؟ اللي هي آليات الرفع أو آليات الدفع أو آليات الإنتاج، كيف أنا ننتج من الآبار. طبعا الأويل لما تحفر بير يتم حفر البير معين في بداية السنوات كيف ما نشوفه نحن هنا في بداية عمر المكمن أو بداية السنوات في المراحل الأولى يكون عندي الضغط عالي، وبالتالي بمجرد ما أنا نحفر البير نوصل للتوب نوصل للتارجت زون وننزل الكيسينج وندير بارفوريشن مباشرة الأويل يطلع عندي على السطح نتيجة أن الضغط عالي. هذا السبب شن هو شن اللي يخلي الإنتاج يكون عندي عالي في المكمن. اللي يتحكم في الضغط هنا بشكل رئيسي هي الدرايف ميكانيزم الموجودة، شن آلية رفع كيف ينتج عندي النفط. فهذين الدرايف ميكانيزم تقريبا هن ست درايف ميكانيزمز اللي هن الموجودة ناتشرالي طبيعي في أي مكمن. أغلب المكامن فيهن درايف ميكانيزم يعني واحدة أو اثنين من هذين. فأول درايف ميكانيزم عندي الروك أند ليكويد إكسبانشن. الدرايف ميكانيزم هذه ببساطة تكون عندي اكتف او فعالة او تكون يعني تعطي تأثير في المكمن لما يكون عندي ريزرفوار above bubble point، بمعنى انه هو under saturated oil reservoir، عندي ريزرفوار انه هو اويل بس. كيف الآلية؟ ان هي لو خذينا مثلا هنا الصخر، شفنا العينة من ماتريكس الصخر، اللون البني هنا يمثل الصخور الموجودة عندي، اللون الاخضر يمثل الاويل الموجود عندي في المكمن. فكل ما صار عندي دروب في البرشر في البداية initial reservoir pressure يكون عندي عالي. فكل ما زدنا نحن سحبنا انتاج من الاويل الصخر صار له expansion، يعني التمدد متاعه يعتمد على green expand، يعني ان هي تعتمد على تمدد الصخر. فكل ما يتمدد الصخر بجزء معين يعطيني انتاج ويساعدني. فالصخور هنا تعطي في drive mechanism، يعني كل ما يصير في عندي دروب في البرشر كل ما يصير في اكسبانشن للصخر. بالإضافة إلى لو كان عندي ووتر موجودة عندي في المكمن فالإكسبانشن متاعها هو طبعا إكسبانشن بسيط جدا يأثر في الدرايف ميكانيزم ويعطيني في أويل. فلو شفنا نحن كم عندي الروك إكسبانشن عشان تكون واضحة، الروك إكسبانشن أو الروك كومبرسيبلتي انتقاطية الصخر 3.5 في 10 سالب 6 بي ساي سالب 1. شو معناها؟ أن المعنى متاع الروك اكسبانشن او الروك كومبرسيبلتي ان كل واحد بيس اي يصير في دروب في البرشر بمقدار واحد بيس اي حيتمدد الصخر بمقدار 3.5 في 10 اس 6، يعني رقم صغير جدا يعني، لكن تاثيره يكون كاز درايف ميكانيزم في لما يكون الريزرفوار بتاعي above bubble point ويعطيني ريكفري فاكتور اب تو 5%، يعني يعطيني الطاقة هذه تدفع لي النفط بمقدار 5% من الأويل الموجود الأصلي الموجود عندي في المكمن. ثاني درايف ميكانيزم اللي هي solution gas drive أو dissolved gas. الطاقة هذه أو القوة الموجودة عندي هذه نتيجة الغاز اللي هو ذايب في الأويل. ديما عندنا غاز ذايب في الأويل. فكل ما يصير في decrease في البرشر كل ما يصير في انخفاض في البرشر نشوف هنا هذه الاوريجينال كونديشن، كانت الصوره واضحه هنا، لاحظوا ان الغاز ذايب عندي في الاويل. بعدين لما صار في decrease في البرشر لاحظوا ان البابل بوينت او لاحظوا ان الغاز اللي هو ذايب في الاويل يبدا يصير له اكسباند، لكن ما زال ذايب في الاويل هو، لكن يصير له اكسبانشن. فكل ما يصير في اكسبانشن للغاز الذايب في الاويل وكانه انه هو يدفع أو الحجم اللي تغير به يعطيني في زيادة في الإنتاج. ف
فكلمة تمدد الغاز كلمة كلمة تمدد الغاز الذايب في الأويل كلمة يساعدني في إنه يحرك الأويل ويخليه يمر في الأبار. الدرايف ميكانيزم هذه تعتبر لو ريكفري من 5 إلى 30%، يعني تعطيني من أقصى حاجة تعطيني 30% من الإنتاج النفط الأصلي الموجود عندي. بعدين عندي الدرايف ميكانيزم جاز كاب درايف، هذه لما يكون الريزرفوار كيف ما شفنا في يكون الريزرفوار برشر بلو بابل بوينت، لما ينخفض الريزرفوار برشر بلو ذا بابل بوينت يتكون عندي جاز كاب، وكل ما انخفض اكثر كل ما زاد حجم الغاز لان انفصل غاز اكثر وتحرر غاز اكثر وبدا يكون في الجاز كاب. الجاز كاب هذا يمكن تكون ان هي درايف ميكانيزم بحيث ان تبدا الدفع متاعها تدفع في الاويل الى الاسفل وتضغط فيه تخلي فيه ان هي تدفع في الاويل وتخلي فيه يمر في الابار ويزيد عندي في الانتاج. درايف ميكانيزم هذه تعطيني من 20 إلى 40% من الإنتاج أو من الاحتياطي الأصلي. الووتر درايف ميكانيزم هنتكلم عليها المهندسين في الشرح في خلال تعليقات. الووتر درايف شنو معنى ووتر درايف ميكانيزم؟ الووتر درايف أحيانا لو نشوفه صورة المكمن، لو كان عندي المكمن بالشكل التالي، هذا المكمن الطبقة هذه، هنا الاويل محفور وهذه طبقة الاويل، هذه طبقة الزون متاع اللي ينتج منها النفط. احيانا يكون في طبقة في الاسفل او في الجانب، المهم ان هي تكون في طبقة من تحت المكمن يسموا فيها الاكويفر او الطبقة اللي فيها ووتر. المية الموجودة في المكمن هذه يمكن ان هي تكون درايف ميكانيزم، واحيانا تكون متصلة بامتدادها لعند حتى يكون متصلة بالسورس متاعها، يكون open source، يكون متصلة بالبحر أو من أي مصدر آخر يعني، فيكون عندي مية يصير في channel هنا، يكون عندي permeability وبورستي، فتبدأ كل ما يصير في عندي انخفاض في البرشر كل ما تتدفق عندي يصير في influx للووتر في الريزرفوار متاعي. بالتالي لما تكون عندي مية ملوطة تدير في support للبرشر فمعاش تخلي، لو شفنا هنا صورة البرشر لاحظوا ان هنا البرشر مع الكوميونيتي بوينت ان ما فيش دروب سريع في البرشر كيف ما عندنا نحن هنا في الرسمه نتاعنا. لاحظوا ان البرشر هنا صار في دروب سريع، لكن لما يكون عندي ووتر درايف ميكانيزم الميه فتخلي في ان ما تخليش البرشر يصير له دروب. السبب ان كل ما انتجنا حتى لو زدنا كميات كبيره او سحبنا كميات اكثر من نفط من خلال الابار فتعوض الفقد اللي صار عندي في الحجم نتيجه الاويل تعوضه بوتر تدخل نفس الكميه يعني. فلو على سبيل المثال انتجنا 100,000 برميل في اليوم من اويل ما يجيش البور فوليوم فاضي، لا يكون عندي اتصال مع الووتر وبالتالي يتدفق عندي كميه من الميه تعوض الانتاج اللي صار عندي للاويل وتغطيه بوتر. فما تخليش تحافظ على البرشر انه هو يكون يعني مينتنس وانه يكون ديلا سبورت. فلو كانت موجودة درايف ميكانيزم هذه في المكمن يبدا المكمن في عندي طبعا الووتر تكون في ويك اكوفر، مرات تكون الاكوفر ليميتد ما عندهاش اتصال مثلا بحر او كذا، فتكون كمية الاكوفر محصورة هنا فترة معينة تعطيني انتاج او تساعدني في تخلي البرشر عالي، لكن بعد فترة تقعد تضعف وتقل كمية المية الموجودة. لكن لما تكون عندي اتصال كبير مثلا الأكفر تكون السايز متاعها حجمها كبير فبالتالي تخلي الضغط تحافظ عليه انه هو عالي، وهذه تعتبر طبعا في بعض المكامن وبعض الحقول يعني سبيل المثال في ليبيا في حقل يبدأ strong water influx يبدأ حافظ على الضغط ديما above bubble point وتخلي فيه ديما ضغط عالي. فهذه تعتبر الووتر درايف يعني فيري لاكي، لما يكون فيري لاكي لما يكون الريزرفوار متاعي متصل باكوفر يعتبر شيء يعني تعتبر نعمه من يعني تعتبر حاجه مميزه جدا للمكمن وتخليه انه هو ديما سترونج اكوفر تحافظ عليه بشكل تحافظ على الضغط متاعه وبالتالي تغنيني على اني نستعمل artificial lift اني مثلا على سبيل المثال نستعمل water injection ولا اي درايف ميكانيزم اخرى عند فترة معينة من الزمن قد تزيد وتقل على حسب
كمية الووتر الموجودة عندي. طبعا درايف ميكانيزم مالي تعطيني من 35 لعند 75% من الاحتياطي النفط الموجود، يعني واضح انه فيري افكتيف. يعني الووتر لما تكون عندي سترونج اكوفر تعطيني ريكفري، بمعنى ان هي تعطيني من تنتج لي الدرايف ميكانيزم هذه 75% من النفط، يعني بس يقعد عندي ربع الكميه من النفط الموجود عندي في المكمن. بعدين نقدر نستعمل انذر درايف ميكانيزم ووتر انجكشن لو نبي نزيد قيمه اكثر. فلكن لما يكون عندي سترونج ووتر انفلكس، كل ما كانت عندي سترونج ووتر انفلكس كل ما قدرت ننتج او يكون عندي ريكفري عالي. هاي باختصار شديد على موضوع الووتر او الدرايف ميكانيزم الموجود عندي في المكمن. هنشوفون بعدين في السوفت وير وكيف كم نسبة كل درايف ميكانيزم من كم تعطيني نسبة من الانتاج.